منذ بداية الحرب مثل الصحفيون هدفاً أولاً للميليشيات الإنقلابية، وبقيت حياتهم عرضة لمخاطر جمة أبرزها القتل والاعتقال والتشريد وفقدان العمل. كل هذا بالطبع أدى إلى إغلاق ميليشيا الإنقلاب وسائل الإعلام المخالفة لمشروعها لتخلق واقعاً إعلامياً أحادياً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكن ذلك في المقابل شكل نقلة جديدة للعديد من العاملين في حقل الإعلام، خصوصاً الشباب الذين التحقوا بالعمل الإعلامي في بعض المحافظات المحررة، لكنهم يفتقدون للخبرة في التعامل مع الأزمات في ظل الحرب. تعد دورة الصحافة الحساسة للنزاعات والسلامة المهنية التي أقامها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن واحدة من الورش الهادفة لإكسابهم مهارة وخبرة في أساليب التغطية الآمنة خلال النزاعات. تأتي هذه الدورة لننفذها لعدد من الصحفيين والصحفيات في محافظة عدن بهدف بناء قدرات الصحفيين حول الصحافة الحساسة للنزاعات، تأهيلهم لنقل الحقائق من الميدان أثناء الصراع، وبالتالي لابد أن يكون هناك نقل حقيقي ومهني للحقائق وتنوير الناس بعيدا عن الإثارة. على مدى 6 أيام ركزت ورش العمل التي أقيمت أثناء الدورة على تزويد الصحفيين بأساليب وطرق التعاطي مع الأخبار والتركيز بشكل خاص على المتواجدين في أماكن خطرة كمناطق النزاعات المسلحة، مع الحرص على استخدام وسائل السلامة للحفاظ على حياتهم. ما لم يتبع الصحفي قواعد صحيحة ومهنية في مهمته الحساسة فلن يجني من مهنة المتاعب سوى المزيد من الخيبات التي تقوده إلى مربعات أكثر تشابكا وضبابية في نقل الأحداث. علي جعبور، قناة بلقيس، عدن.